للمزيد من التفاصيل من العاصمة الروسية موسكو ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل حسين مشيك. حسين برحب بك. مساء الخير. نعم حسين، الحقيقة إن كنا نتحدث عن الجانب الروسي فمعظم التصريحات الخارجة من الجانب الروسي هي تصريحات ميدانية، ما يحدث على الأراضي الأوكرانية وما شابه، تصريحات سياسية قليلة، ولكن الذي جد ما يسمى بمعركة الشرق، هذه المعركة التي تقول أوكرانيا أنها مسيطرة على هذه المنطقة وأيضا روسيا تقول أنها مسيطرة على هذه المنطقة، ولكن أوكرانيا زادت عليها وقالت إن كسب هذه المعركة معركة الشرق ربما سيزيد من مكاسب فرصها في المفاوضات. ما هي الرواية الأصح حسين؟ وزارة الدفاع الروسية ما الذي ربما تتحدث عنه عن ما يسمى بمعركة الشرق؟ نعم، كما تعلمين هناك معلومات متضاربة بين الجانبين الروسي والأوكراني حول العمليات العسكرية والقوات المسيطرة على هذه المدينة أو تلك المدينة. أما هنا الجانب الروسي، الجهة المخولة بإعلان هذه المعلومات هي وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت اليوم على لسان اللواء إيغور كناشينكوف الناطق الرسمي باسمها عن تدمير القوات الروسية قاعدة فلكسيبا دنيبرو القومية شرق أوكرانيا بعد وصول تعزيزات من المرتزقة الأجانب إلى هذه القاعدة. كما أكد كناشينكوف استهداف منظومة S-300 الأوكرانية وإصطاد 8 طائرات مسيرة بالإضافة إلى نقاط تحكم ومستودعات ذخيرة ووقود. أما في الشق الإنساني يواصل الجيش الروسي تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يومي إلى المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرته. هذا ما أعلنته في بيانه الأخير اليوم وزارة الدفاع الروسية. أما عن التقدم العسكري الروسي في الشرق الأوكراني، نعم هناك تقدم للقوات الروسية في هذه المناطق وتحديدا في منطقة الدنباس. الجانب الروسي يؤكد بأن المدينة الأكبر في منطقة الدنباس وهي مدينة ماريوبل القوات الروسية وبالتعاون مع قوات إقليم دونيتسك سيطرت على أكثر من 98% من هذه المدينة، والنسبة الباقية أو المساحة المتبقية من مدينة ماريوبل لا زالت القوات الروسية تلاحق عناصر كتيبة أزوف إلى داخل المنطقة الصناعية أو ما يعرف بأزوف ستال. هذا المعمل الصناعي أو المعمل الصناعي هو سوفيتي الصنع وهو معمل كبير جدا، يوجد داخل هذا المعمل المزيد من المراكز والمباني، وأيضا القوات الروسية لا تريد أن تستهدف هذا المركز لنتيجة بأن القوات الروسية وروسيا بشكل عام أكدت بأنها ستعيد بناء مدينة ماريوبل وهي ستعمل على جعل هذا المعمل البدء بالعمل فور انتهاء السيطرة على مدينة ماريوبل وطرد كافة القوميين الأوكرانيين من داخل المدينة. أما وفي خصوص منطقة الشرق بشكل عام، نعم هناك تقدم للقوات الروسية، القوات الروسية ستحاول السيطرة على منطقة دونباس في وقت سريع لكون أن منطقة دونباس هي كانت من أهم الأهداف التي أعلنت لأجلها العملية العسكرية الروسية. أيضا وزارة الدفاع الروسية تؤكد بأن القوات الروسية تعمل على استهداف البنية العسكرية الأوكرانية. اليوم كان هناك استهداف لأكثر من 83 منشأة عسكرية أوكرانية، أيضا تدمير المستودعات الوقود والذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية. بهذه الخطوات أو بهذه الأهداف التي تستهدفها القوات الروسية تريد روسيا في الدرجة الأولى تحييد كافة العناصر أو كافة الأسلحة التابعة للقوات الأوكرانية عن الخدمة، وتريد شل حركة القوات الأوكرانية وإبعادها عن منطقة الدنباس بشكل عام. طيب، أيضا من ضمن أهم الأنباء الميدانية حسين المتعلقة بقصف يدمر مطار دنيبرو في أوكرانيا بالكامل، قصف روسي طبعا، تفاصيل هذا القصف والبنى التحتية، لأنه الحقيقة روسيا عملت منذ فترة على تدمير هذه المنطقة وتحديدا المطار. نعم، اليوم وزارة الدفاع أكدت عن تدمير قاعدة لكتيبة دنيبرو القومية. أما عن استهداف المطار، وزارة الدفاع الروسية في بيانها لم تسفر هذه المعلومات.
لكن هنا بالتأكيد وزارة الدفاع سوف تقوم باستهداف كافة المطارات العسكرية الأخرى، لأن الهدف الأساسي للعملية العسكرية الروسية هو تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية وليست المنشآت المدنية. وأيضا ومنذ أسبوع وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أكد عن تنفيذ القوات الروسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في المدن الأوكرانية. والمرحلة الأولى هنا حسب رأي الخبراء والمراقبين لهذه العملية تقتضي بأن يتم تدمير كافة المنشآت العسكرية الأوكرانية وأيضا أنظمة الصواريخ والمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية وتحييد بشكل فعلي القوات الجوية الأوكرانية والقوات البحرية عن الخدمة. بهذه الخطوات روسيا تعمل على شل حركة الجيش الأوكراني ومنعه من التقدم ومواجهة القوات الروسية، وهي أيضا في المقابل تريد أن تسيطر على المناطق التي يتواجد فيها القوميين الأوكرانيين لكي يتم تحقيق أهداف العملية ونزع السلاح من المدن الأوكرانية واجتزاز النازية. هذا الموضوع حول اجتزاز النازية، روسيا اليوم تؤكد بأن هذا الهدف لا يمكن التراجع عنه، لأن حقيقة النازيون في أوكرانيا الآن بدأوا يتغلغلون لدى الشارع الأوكراني. فثالث مدينة اليوم في أوكرانيا هدمت التمثال الشعر الروسي بوشكين، وهذا الأمر هنا حقيقة يصيب الثقافة الروسية ويصيب بالعمق المواطن الروسي، كون أن هذا الشعر يمثل رمزية خاصة لدى المواطن الروسي، وبطبيعة الحال يمثل رمزية خاصة للمواطن السوفيتي وليس للروسي بشكل خاص. بل أن النازيين الآن في أوكرانيا هم يشكلون خطرا على الثقافة الروسية وعلى روسيا بشكل عام، وهذا الأمر موسكو لا يمكنها أن تسكت عليه، وهي ستستمر في عملياتها العسكرية لكي يتم اجتزاز جميع النازيين من الأراضي الأوكرانية ونزع الأسلحة ومنع الناتو من نشر المراكز العسكرية والتدريبات على الأراضي الأوكرانية، لأنه في حال تم وصول الناتو إلى الأراضي الأوكرانية هذا الأمر يؤدي إلى مشكلة حقيقية لروسيا، يؤدي إلى تفكك المدن الروسية وانهيار روسيا، كون أن الناتو عندما يصبح بالقرب من الحدود الروسية هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار مباشر روسيا والناتو. طيب دعني أنتقل معك للشق السياسي حسين. حزمة جديدة من العقوبات سيتم بحثها غدا من قبل الاتحاد الأوروبي. عادة عندما يكون هناك حزمة من العقوبات تفرض من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا، نرى فورا أن يكون هناك حزمة مضادة أيضا من العقوبات من روسيا على الاتحاد الأوروبي. هذا ما يعني تابعناه خلال بداية الأزمة وحتى الآن. غدا حزمة جديدة من العقوبات، حزمة سادسة، ماذا نتوقع منها حسين؟ وماذا أيضا عن التصريحات المتواترة هنا وهناك من الجانب الروسي عن هذه العقوبات الجديدة حسين؟ نعم، بخصوص هذا الجانب وصف نائب وزير الخارجية الروسية العقوبات الغربية والأوروبية بغير قانونية والمسيئة لروسيا، وأكد بأن موسكو أعدت لائحة بشخصيات أمريكية وأوروبية غير مرغوب فيها في الداخل الروسي، كما أن هذه اللائحة قابلة للتوسيع إذا لزم الأمر، أي على مبدأ الرد بالمثل. حسب ما هي العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي يوم غد في حال كانت هذه العقوبات شديدة الخطورة على روسيا، هناك إمكانية لأن تقر روسيا مرسوم تحويل كافة المدفوعات الصادرات الروسية إلى العملة الروسية الروبل، وفي حال اتخذت روسيا هذه الخطوة هنا تصبح المشكلة بشكل أساسي ومشكلة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الأوروبيين بشكل عام، لأن روسيا لغاية الآن لم تتخذ هذه الخطوة، وبدأنا نشهد الارتفاع في أسعار الوقود وفي أسعار المواد الأولية بداخل الدول الأوروبية. طب بالحديث عن الأسعار والحزمة السادسة حسين، يعني تابعنا الكثير من اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمواطنين روس يقوموا بتدمير قطع باهظة ثمن الحقيقة، يعني من ديزاينرز أو ماركات معينة، هذا يعني دعما للحكومة الروسية، وطبعا مسألة مناهضة لهذه المنتجات التي خرجت من روسيا تبع بعض الحزم
الحزم العقابية الاقتصادية على روسيا، إلى أي مدى هذا واقع بين كل الطبقات الروسية في هذا التوقيت مع طبعا زيادة الأسعار في المنتجات؟ نعم حقيقة لما هذا ما أشرت إليه منذ اليوم الأول للعملية العسكرية، وعندما يتم السؤال عن تأثر الشارع الروسي بالعقوبات الغربية، أنا حسب ما شاهدت أو أشاهد لدى الشارع الروسي هنا الجميع الآن خلف قرارات بوتين وخلف العمليات العسكرية، لأن الغرب بالفعل أخفق في مواجهة روسيا، هو فرض عقوبات على الثقافة وعلى الرياضة وعلى الفن الروسي، وهذا الأمر الذي دفع نسبة كبيرة من المواطنين الروس إلى الوقوف إلى جانب القوات الروسية وخلف قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لو الغرب اكتفى فقط بالعقوبات على القيادة الروسية وعلى المسؤولين الروس، نعم لكنا شاهدنا هناك نسبة من المعارضين للعملية العسكرية. أما وبعد أن تأثر أو بعد أن فرض الغرب عقوبات على الثقافة وعلى الفن الروسي، هذا الأمر بالتأكيد سيجعل المواطن الروسي أكثر مواجهة مع الغرب وأكثر مشجع ومتعاون مع العمليات العسكرية وداعم للعمليات العسكرية وخلف قرارات القيادة الروسية. نعم هناك عدد من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي قاموا برمي كافة المنتوجات التابعة للمؤسسات العالمية البريندات. هؤلاء المشاهير بعضهم تضرر من إطفاء الشركات الغربية، وأيضا معظمهم غادر البلاد وغادر روسيا إلى دول أجنبية أخرى نظرا لأنهم لا يتمكنون من العيش بدون هذه المؤسسات الغربية أو بدون الماركات العالمية. لكن الشرائح الأخرى من المجتمع الروسي لغاية الآن لم تتأثر كما توقع الغرب من هذه العقوبات. نعم هنا يوجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، لكن هذا الارتفاع ملحوظ بشكل نسبي ليس كبير، لكن هناك ارتفاع بطبيعة الحال في أسعار المواد. أيضا الشركات الأجنبية أقفلت هنا، وموظفين هذه الشركات الآن هم بلا عمل، أصبحوا خارج الشركات وأصبحوا بلا عمل. الحكومة الروسية تتخذ إجراءات لمواجهة العقوبات وللوقوف إلى جانب هؤلاء العمال. أيضا اليوم الحكومة الروسية أعلنت عن زيادة صندوقها الاحتياطي بمقدار 273 مليار روبل، ويعد هذا المبلغ عائدات النفط والغاز الذي حصل عليها الجانب الروسي في الربع الأول من هذا العام، وسيتم استخدام هذه الأموال حسب ما أكدت الحكومة الروسية لتمويل إعانات أصحاب المعاشات من العائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من عمر 6 سنين حتى 18. أيضا سيتم استخدام هذه الأموال لمواجهة الوباء التاجي وفي بخصوص المستشفيات واللقاحات الروسية. الحكومة الروسية ومنذ البداية العملية العسكرية اتخذت إجراءات مهمة، منها رفع نسبة الفائدة وتقديم دعم مالي إلى العديد من القطاعات منها الزراعة والصناعة والشركات الصغرى والمتوسطة. نعم شكرا لك حسين مشيك زميل من موسكو الروسية، تابع لنا كل التطورات من هناك.